السادة المشاهدين اللي فازوا معانا أمس في حلقتنا وجاوبوا على السؤال اللي احنا طرحناه في بداية الحلقة، اللي هو ليه نخلي الطماطم نتخلص من الحموضة بتاعت الطماطم. كانت الإجابة طبعا ان احنا نضيف شوية سكر للصلصة بتاعت الطماطم او للطماطم. اللي نجح معنا او نقول اللي فاز معنا الأخت منى أحمد عبد الرحمن والأخت مها محمد فتحي